هنطلع نشوف هذا التقرير عن أهم الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل نجومنا الكبار في ضيافة ترابيزة البيت الكبير. عاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى القاهرة قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفذه بأحد مراكز التأهيل الكبرى في دبي، وذلك للمشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي، والذي أقيم في 7 مساء اليوم بفرع الأهلي بالتجمع 5. انتهت مباراة الداخلية والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم 2 باستاد السلام الدولي في إطار منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز. طمأن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول جهاز المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على جاهزيته للانضمام لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم. جاء ذلك بعد أن تعرض تريزيجيه للإصابة مع فريقه طرابزون التركي أمس الأحد في معصم اليد خلال عمليات الإحماء. أكد تقرير صحفي إنجليزي اليوم 2 أن ريال مدريد عرض نجمه توني كروس على عمالقة البريمير ليج للبيع في يناير المقبل. فاز المنتخب المصري لرجال الهوكي الأرضي على نظيره الغاني 1-0 في ثاني لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل. احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم بذكرى ميلاد الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1960. وكتب الحساب الرسمي للفيفا على منصة إكس: عظيم كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا كان ليكمل اليوم عامه 63. إرث دييغو سيبقى خالدا للأبد. سلط دوري المؤتمر الأوروبي الضوء على النجم المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني بعد تألقه اللافت خلال الآونة الأخيرة مع فريقه. ونشر الحساب الرسمي لدوري المؤتمر الأوروبي على موقع إكس تغريدة تعبر عن الأرقام المميزة التي حققها اللاعب بعد إحرازه 3 أهداف في 4 مباريات مع فريقه الألماني.